www.sharialfan.com. سيف، بدي اقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك عبر موقع شارع الفن، وبدي لك الف مبروك اختيارك لكليب ناسي عجم، واخترتك تكون عندك الفكرة الكليب. خبرنا شو اكثر، شو كانت الفكرة واي اغنية عم تصور مع نانسي؟ اول الله يبارك فيك، شكرا كثير لك. الفكرة طلعت من الغنية نفسها، سمعت الغنية وسمعت الكلمات كيف كانت الكلمات وهيك، ومن الكلمات طلعت الغنية، وحبيت احط فيها السوشيال ميديا بقلب الفيديو كمان. بدي اشكر كمان ITV.TV لانهم عملوا هيك شغل، اعطوني فرصة اني اقدم شيء للفنانة نانسي عجم، بحبها كثير انا، يعني هاي بعتبرها ستيب كثير كبير بالاونلاين يعني، واول مره بتصير بالعالم، فالشغله كثير كويسه. سيف، لما تم اختيارك من قبل نانسي عجرم شو كان شعورك؟ قد قلبك هنا بدك تخبرني؟ لما اختاروني كنت يعني كثير كثير فرحان، يعني قد ما فيك تتصور قديش كنت مبسوط. يعني لما تلقيت الخبر كنت انا بكندا، فبلشت هيك احضر حالي وكذا لاجي لهون، كنت يعني مبسوط كثير. اول ما شفت نانسي بتشوفه بكره اونلاين كيف كانت ردة فعلي، بس كنت انا كثير يعني متلبك، ما كنت محضر حالي، يعني فورا دخلت لعنده شفته وكان الرياكشن هو كله طبيعي، وتلبكت شوي بس بالاخير يعني حكينا مع بعض، وكانت هي كثير يعني سهل الحكي معها لانه هي طيبه الحقيقه. صح طبعا، الفكره لألك صح؟ ايه. ولكن سؤالها، شاركت كمان بالكليب مع التصوير او بس كنت جاست فكره؟ فكرتي وكمان شاركت معها بالتصوير. انا بالفيديو انا رفيقه وبيجي لساعده وشو اسمه، يعني هي بتكون زعلانه بتحاول انا ابسطها شوي. بدنا منها كلمه لننسي عجرم عبر موقع شارع الفن، شو بتقلها اليوم سيف؟ بدنا ننسي، شكرا كثير انك شو اسمه تعاملتي مع وليد نصيف، عملتي هالفرصه هي الكبيره اعطيتني اياها، وشكرا كثير كثير لك. ثانك يو. Welcome. Okay.